بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص أسئلة على المايكرو إلكترونيكس ديفايسز أو على تحليل إهدارات مايكرو إلكترونيكس، كتاب نايمان الشهير الذي أنا في رأيي هو أشهر كتاب غطى هذا المساق أو هذا الموضوع موجود حاليا. طبعا بروفيسور نايمان اكتسب خبرة طويلة جدا خلال عمله في تكساس انسترومنت أو أدوات تكساس الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجيش الأمريكي، وهو حاليا يعمل كأستاذ شرف في جامعة نيو مكسيكو ستيت. إذا هنا الموضوع هو نطاق استجابة الترددات في الإلكترونيكس ديفايسز، وهذا الكلام مهم جدا هنا كنستخدمه بداية في على تحليل شكل دارات كهربائية مهمة جدا، وثم لاحقا في فيديوهات أخرى بحول الله سنستخدمه في تطوير آلية احتساب نطاقات أو نطاقات الاستجابة عند وجود الترانزستور. إذا بداية لنقول أن نتجات يتعرف المتعلم إلى تردد القطع ويتمكن من حسابه وفق معادلة دقيقة. يتعرف أيضا إلى مخطط بود وطرق تحديده. يدرك المتعلم أن الاختلاف في قيمة المواسع سيؤدي إلى ثوابت زمنية مختلفة، هذا مهم جدا، وترددات حدية مختلفة. لا بد للمهندس أو المصمم عند عمله أن يدرك أن اختلاف قيمة المواسع أكيد سيعطيه اختلاف في تردد القطع، وسيعطيه اختلاف في شكل انحناء بود. نقول تردد القطع التردد الذي تبدأ الموجة المتدفقة عبر النظام بالخمود عنده، هذا مهم جدا عندي، هذا هو تردد القطع. بداية تبدأ بالخمود، إذا هذا ما نقصد فيه في تردد القطع، هو مهم جدا لمعرفة حد العملية أو حد الدارة. أيضا هنا يوجد عندي مخطط بود، طريقة رسم اقتران رياضي مركب، معرفة حدوده، تعرف حدوده باستخدام الرسم. هذا مثال عندي موجود للمثال، لاحظ هنا فقط هنا شكل مثال، لاحظ سالب 6 دي بي أوكتيف أو نيجاتيف 20 دي بي ديكيت، خمود مهم جدا عندي معرفته. لنأخذ الآن السؤال، حدد تردد القطع في مخطط بوت للدائرة جانبا. طبعا هنا عندما أقول سي اس هو الخاص هنا أو المواسع الخاصة بها، هنا سي بي في المواسع التي ستليها. لاحظ كلاهما مختلفتان، واحدة بوحدة المايكرو، هذه بوحدة البيكو. أرجو منك عزيزي المتعلم أن تنتبه إلى هذا الكلام. لاحظ أن الـ RS هي 1 كيلو أوم والـ RP هي 10 كيلو أوم. RS هنا RP بهذا الشكل، لاحظ هنا نستخدمها في مسائل حتى نتبناها في عملية تحليل الترانزستور. الـ CS 1 مايكرو فارد، الـ CP 3 بيكو فارد. بداية نجد ثابت الزمن، كيف نجد ثابت الزمن؟ لاحظ تاو S هنا، كيف تفرغ الشحنة عبر المواسع، الزمن الذي تقتضيه بوجود هذان أو هاتان المقاومتان. نقول أن الـ RS plus RP times CS، طبعا لأنهما موضوعتان على التوالي. كل هذا الكلام لا بد المتعلم أن يأخذه بعين النظر. إذا 10 أس 3 كما قال لي 1 كيلو أوم، أعتذر، زائد 10 كيلو أوم، 10 ضرب 10 أس سالب 3 كيلو أوم، ضرب الـ CS هي 1 مايكرو فاراد، يعني 10 سالب 6. إذا يعطيني ثابت الزمن في هذه الحالة 1.1 ضرب 10 أس سالب 2 أو 11 ملي سكند. إذا هذا هو ثابت الزمن، الزمن الذي تحتاجه المواسعة لتفريغ الشحنة الموجودة فيها. إذا الآن طلب إلي تردد القطع، هذا كله لم أخرج أنا تردد القطع بعد، الآن سوف أستخدمه لإيجاد تردد القطع. أقول الفريكونسي التردد 1 على 2 باي ضرب تاو تاو الاس، مهم جدا عندي، معادلة كل المتعلمين في الدارات الإلكترونية يعرفونها. إذا نستطيع أن نشرع الآن في وضعها، لاحظ إذا 1 على 2 باي في 11 ضرب 10 أس سالب 3 يعطيني 14.5 هرتز. إذا هذا هو تردد القطع، أنا الآن وجدت تردد القطع. طيب لاحظ هنا
يعطيني انه طبعا الماكسيمم امبليتيود او الحد الاقصى بالنسبه، لاحظ ار بي موجوده ثاني على الاول زائد الثاني في هذه الصوره، 10 على 11 يعطيني 909. لو انت اردت ان تعملها الى جي بي تستطيع ان تضرب 20 في اللوج الخاص بها او 20 في لوج 909 يعطيك سالب 828 دي بي. اذا وجدنا الآن المطلوب، نحل بهذا الأسلوب. طيب لنجد الآن الـ CP 3 بيكوفارد، وندرك أن ترتيب الدارة سيؤدي إلى اختلاف. دعونا الآن نشاهد. لاحظ عندي هذه الدارة، هذه دارة أخرى الآن. لاحظ عندي بهذا الشكل وعندي بهذا الشكل، المواساة موصولة إلى التوازي مع الـ RP بهذه الصورة. إذا الآن لا أستخدم الـ CS، أستخدم الـ CP، لكن الـ RS والـ RP بقيا ثابتتان. إذا ثابت الزمن، لاحظ هنا محصلة المقاومات، لكن هنا أستخدم الفكرة البسيطة أن المقاومات في هذه الحالة ما بها المقاومات الآن هي على التوازي. إذا RS مع RP ضرب الـ CP، أرجو أن تنتبه إليها عزيزي المتعلم. طيب واحد على واحد كيلو زائد واحد، واحد على 10 كيلو، وأقلب ضرب 3 بيكوفارد. إذا بهذه الصورة، إذا يعطيني أن ثابت الزمن 2.73 نانو سكند. لاحظ هنا الزمن نانو سكند، رغم أنه أنا عندي نفس المقاومات، لكن طريقة التوصيل هنا هذه مهمة، هي تصميم دارات مايكرو إلكترونيكس. طريقة التصميم، طريقة التلاعب في مكانها إلى جانب، لاحظ هنا المواسع. إذا المصمم ينتبه عند استخدامه للمواسع. إذا المواسع هي التي تلعب دورا في هذه الحالة، أصبح هنا 2.73 نانو سكند. إذا هي أسرع في هذه الصورة، أسرع. لو عدنا إلى السابقة كان 11 ملي سكند، لكن لو عدنا إلى هنا فهي 2.73 نانو سكند. إذا تردد القطع في مخطط بود، إذا أكيد هذا الكلام، هذا الاختلاف سيعطيني اختلافا في قيمة التردد. لنرى، 1 على 2 باي تاو بي، 1 على 2 باي في 2.73 رشوة سالب 9، لاحظ يعطيني 58.3 ميجا هرتز. لكن لو عدنا إلى الدارة السابقة 100 و أو 14.5 هرتز، لاحظ الفرق الكبير، 14.5 هرتز، 14 وهنا 58.3 ميجا، يعني هناك حوالي مليون ضعف. لاحظ هذا مهم جدا، لا بد على مصمم الدارة الحذق، مصمم الدارات الحذق ينتبه إلى هذا الكلام. إذا هنا يظهر عندي التردد القطع عند 58 ميجا هرتز الذي عنده ستبدأ الدارة في الخمود كما تحدثنا. الآن أستطيع ماكسيمم ماجنيتيود هو نفسه، لأنه هو يأخذ فقط قيمة المقاومات بشكل عادي. إذا RP على RS زائد RP 909 أو سالب 882 دي بي. مهم جدا عندي هذا الكلام. إذا نقول نظرا لاختلاف قيمتي السعة اختلافا كبيرا، لاحظ المواسعات واحدة في طبعا هنا فقط لأتذكر، أعتذر هنا طبعا هنا واحد في المايكرو وأخرى في البيكو. لاحظ يعني تقريبا مليون أو هو مليون الفرق. إذا نظرا للاختلاف الكبير أدى هذا الكلام إلى اختلاف الثوابت الزمنية بأضعاف، وأعطاني ترددات حد أيضا تختلف بأضعاف، إلى جانب أخذ الحذر عند عمل أو أخذ الانتباه، لا أقول حذر، عند عملية التصميم لابد أن تراعى آلية التصميم ووضعها. مرة أخرى أرجو يكون الفيديو قد أفادكم، لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات وطرح الأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.